ده واحد برضو بيسأل ان انا فجأة، يعني هو بعتها بطريقة شعرية، انا مش عارف هو جاي يعني، فجأة لقيت نفسي في الأربعين والخمسة وأربعين والخمسين. فابتديت أحس، يعني أقولها لكم زي كاتبها، الأرقام دي أنا ما سمعتش عنها قبل كده، وما كنتش أتخيل إن سن الخمسين ده أنا همر بيه، لأن الإحساس بسن الخمسين ده أو الخمسة وأربعين سبب لي الذعر. وأنا لما بنزل مصر دلوقتي بقى في ناس بتقول لي يا حاج، وناس بتبقى ماشية تقول لي يا عمو، وأنا متفاجئ قوي. ويعني طبعا دي حاجة اسمها ميدل ايج كرايسيس، ان انت بتيجي عند سن الـ40، ايه ده؟ هو انا كبرت فعلا؟ طب وانا عملت ايه؟ طب وانا هدفي في ايه في الحياة؟ طب هو انا مين؟ طب وانا بحب ايه؟ دي وتبدأ بقى أسئلة وجودية كتيرة، وهو العمر فاضل فيه ايه؟ ويعني حاجات كتيرة كده. وفي ناس بتيجي عند الميدل ايج كرايسيس دي، اللي هي أزمة منتصف العمر، بقى بينفصل، واللي يغير شغله ويغير مكانه تماما ويعمل حاجات. فانت لا، دي محتاجة، يعني انا شايف حلها مع أزمة منتصف العمر، اذا ما كانش فيه اكتئاب بقى وقلق وحاجات تانية يعني نفسية، الحياة الروحية، وتقوي من الحياة الروحية، من الحاجات اللي هتخليك تعدي الأزمة دي، وتبقى عارف انت مين. يعني انت مين دي؟ ده سؤال لما هتجاوب عليه إجابة صح، هتلاقي مش هتقدر، مش هتمر بالأزمة دي. وانا حتى كنت لسه قايلها في برنامج، ان انت، هي اللي انا هقوله ده صعب يعني، ممكن يبقى فلسفي شويه، ان انت مش الممتلكات اللي حواليك، انت مش الممتلكات اللي معاك، لا بيت ولا عربيه ولا فلوس ولا كمبيوتر ولا الحاجات دي، انت مش الكلام ده. وانت برضو مش جمال الجسم او مرض الجسم او سن او عمر الجسم، انت مش العمر، وما انتش المرض الجسدي اللي حصل لك من سكر ولا ضغط، وانت برضو لو مش الجمال الجسمي، لو انت عندك جمال جسمي، انت مش دي ولا دي، ولا انت الممتلكات، ولا انت الدرجات العلمية، ولا انت كمان حتى المخ، الافكار، يعني اغلب الافكار اللي عندك، وحتى عادات ادمانية او مشاكل نفسية برضو دي مش انت. هتقولي ده انت مسحتني كده، انا مش الافكار ومش المشاعر ومش الممتلكات، فاضل فيا ايه؟ انت فاضل بقى ربنا، فاضل ربنا. فانت صورة ربنا ومثاله، وهي دي بس الحاجة اللي هتكمل. الجسم ده كلنا هنسيبه بأمراضه، بممتلكاته، بكل حاجة فيه. فما تجيش انت بس، ساعات الناس بيجي لها أزمة منتصف العمر ده بيبقى هو فاكر اللي هو شغله، وبيبقى فاكر اللي هو اللي عيلته، وبيبقى فاكر اللي هو درجته العلميه، وبيبقى فاكر اللي هو ذكائه، وبعدين فجأة يلاقي الحاجات دي بتختفي. فدي مش انت، فجت وراحت، انت مش انت.